الصوت. وليا بعض المؤلفات زي زمايلي واصدقائي اللي قاعدين جنب مني. شهادة دار المعارف في الاحتفاء بمؤلفيها، وخاصة الموهوبين واللي عندهم مجالات ابداع في اكثر من مجال، بنعمل لهم حفلات توظيف. سواء كان هذا الكتاب صادر عن دار المعارف او كان توزيع دار المعارف. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا دكتور. معانا النهارده اثنين، احدهم له باع طويل قوي في كتب التاريخ. وكاتب في اكثر من سلسله، في كنوز، رحله مع المصريين القدماء، في مدن لها تاريخ، في مصر حضاره. بصراحه يعني مش سايب مجال اللي ما كاتب فيه. هو الصديق العزيز بسام الشماع، وفجأة ان هو مؤرخ ومرشد سياحي. وهو حاضر في مصر وفي بعض الدول الاجنبيه، أصدر في أمريكا وإنجلترا، مؤلفات زي ما حضراتكم شايفينها على الترابيزة. إنما الكتاب اللي إحنا بصدر النهاردة الجديد، أصدر أحدث إصداراته، طلع من دار المعارف سلسلة فكرة الشهيرة، كتاب نصوص مصرية قديمة غيرت التاريخ. معانا أيضا الزميل والصديق العزيز أستاذ سامح شاكر، هو مدير ومؤسس مركز إنسان للدراسات والاستشارات والتدريب، محاضر ومدرب في التنمية الذاتية، حضر في العديد من الجامعات الكبرى من جامعة زويل والجامعة الأمريكية، له مقالات أسبوعية في العديد من الجرائد والصحف والمواقع الإلكترونية، وأيضا عضو مجلس نقابة المهن الاجتماعية. صدر له ثلاث مؤلفات، احنا النهارده بصدد مؤلفه الجديد وهو بردية انوبيس. كالعادة والنظام اللي احنا متابعين عليه، بندي كل مؤلف فرصة لمدة من 7 لـ10 دقايق يتكلم عن المؤلف الجديد بتاعه وظروف اصداره والفكرة الرئيسية فيه، ثم بعد كده بنفتح حوار مع حضراتكم اذا كان لكم استفسارات او اسئلة، وهم بيتفضلوا بالإجابة عليها إن شاء الله. نبدأ مع الأستاذ بسام الشماع، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أتمنى طبعاً إن الأستاذ سامح شاكر هو اللي يبتدي كقامة، فأنا بشكركم. أنا بشكركم كلكم في ظروف الجو وظروف الزحمة إن أنتم حضرتم بهذا العدد الكبير، وده مش غريب عليكم. وانا بجد بتشرف بكل بني ادم بيذكر اسم حضاره مصر في كتاب او في محاضره او في شعر او في ادب، وخصوصا الناس اللي بتكتب الحضاره الصحيحه. الجديد النهارده زي ما قال الدكتور نجم ان احنا هنتكلم على نصوص مصريه قديمه غيرت التاريخ. وهقول لكم انا بحب الكتيب او الكتاب ده ليه، وبحب سلسله اقرا دي ليه. بس قبل ما اقول كده، انتوا النهارده بتحضروا تاريخ من نوع اخر، يعني النهارده في تاريخ بيتكتب من نوع اخر، اللي هو ان انا هتكلم 7 دقايق بس. ده تاريخ لوحده، سلمه واحده. فاكر المحاضره بتاعت الاربع ده؟ في محاضره من 6 لـ10 مساء حضرتك هم حضروها 4 ساعات، في ستات ما روحتش بيتها يومين، طلعت على مامتها على طول عشان جوزها، يعني حاجات مشاكل مش لازم نخش بيها دلوقتي. طيب، فالنهارده ان انتوا تسمعوا بسام يتكلم من 5 لـ7 دقايق دي، ده انجاز لدار المعارف. لكن انا عايز اقول دار المعارف انا بلخصها في جمله قلتها قدام وزير الثقافه الاسبق، وبكررها النهارده قدامكم كشعب مصر العظيم اللي بيحب حضاره بلد. تعلمت الهجائيه في مدرستي، وتعلمت الكتابه في دار المعارف. ودي حقيقه. انا ممكن اقول لك بالاسم بس عشان الـ7 دقايق، في ناس حاضره معانا دلوقتي، حضرت معانا اليوم 10، فرحنا بقى لازم الدكتور شويه كويس. انا بجد كنت بعرف احاضر، بعرف اتكلم مع الاجانب، سامورش السياحة كل حاجه، اجي اكتب بقى قال لك لا، الكتابه غير ان انت تتكلم مع الناس، في لها اصول، وهنا اعمل كذا وهنا اعمل كذا. فالتوجيهات دي فادتني جدا جدا، مش بس في كتب دار المعارف، كمان في كتبي مع وزاره الثقافه. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا بشكرهم لسبب ان هم ربنا سببهم في فكره كانت جديده وقتها، ان احنا نعمل كتب عن التاريخ والاثار باللغتين العربي والانجليزي، ومنها للاطفال. ودي كانت جديده لدرجه ان
يعني كيمت ومياو وشغل الاطفال اللي قدام حضراتكم ده، ده كان لاول مره في تاريخ دار المعارف انها تتعمل، ان الكتب بتتعمل انجليش وعربي في نفس الوقت. المجموعات اللي ذكرها الدكتور نجم منها الفلك في مصر القديمه، منها كيف مصر القديمه تتعامل مع الحيوانات. فلما طلب مني في اقرا قلت دي كبيره قوي عندي في اقرا. ليه؟ اقرا يا جماعه هي السلسله التي كتب فيها الدكتور نجم هيساعدني طه حسين، جمال عباس العقاد، جمال حمدان رحمه الله عليهم جميعا، عبد الوهاب المسيري، دار المعارف اللي ماسكه كتاب جورج سارتن اللي هو تاريخ العلم، اللي هو كل حاجه عن العلم من ساعه ما العلم ابتدى لغايه جورج سارتن، حاجه حته مجموعه غير طبعا. نصوص مصريه قديمه غيرت التاريخ. حاجه تانية قبل ما اخش سريعا اقرا لكم حبه حاجات، كتب دار المعارف رخيصه جدا. انا شخصيا لما هتشوف في المصادر بتاع الكتب ورا هتلاقي في منهم كتب انا باخدها منهم عشان هم مصادرهم رخيصه. يعني سلسله اقرا بتتكلم من 5 جنيه ل 8 جنيه ل 10 جنيه قبل التخفيض. يعني انا عندي كتاب معبد الاقصر هم بيبيعوه بالالوان ب 5 جنيه، معبد الاقصر كله بالالوان ب 5 جنيه، فين تاني غير وزاره الثقافه هتلاقي حاجه بالمنظر ده. سلسله اقرا ومع كل اللي احنا عارفينه ان الورق بيغلى وان طن الورق ما عندكوش فكره طلع عامل ازاي، ما زالوا مينتيننج، قدروا يحافظوا على فكره ان الكتاب يبقى ب 10 جنيه وب 8 جنيه وتخفيضات كمان. ابتديت الكتاب كعادتي في كتبي ان انا بهديه الاهداء بتاعي، وكان الاهداء بتاعي وكعادتي برضه لوالدي ولوالدتي، والدي الدكتور رضوان الشماعة رحمه الله عليه ووالدتي ربنا يديكي طول العمر والصحه. وكتبت في الاهداء الى ابي الذي توضا وجهه في ضوء القمر، والى امي التي غزلت لها من اشعه الشمس شال الوفاء. ادي الاهداء اللي انا اهديته لاهلي. ثم دخلنا على مجموعه نصوص. خد بال حضرتك بقى، الكاتب كمان بيبقى طماع، بيبقى عايز كتابه يبقى فيه كل حاجه، ففي توجيهات جميله حلوه، طيب خلي ده هنا وخلي الكتاب ده هناك وخلي الفكره دي في كتاب تاني كذا وكده، فتبدا انت تفهم الدايركشن رايح فين والاتجاه رايح فين. مين بقى اللي كان بيعمل معايا كده ومين اللي كان بيقول لي استنى يا بسام وهنا كويس والسلسله دي احسن وخش هنا في الاطفال وهنا للكبار وكده؟ مين اللي كان يرفع سماعه التليفون في الاونه الاخيره يقول لي الكلمه الفلانيه فيها تصحيح، تعالى شوف التصحيح بتاعها، لان هم بيصححوا لنا اللغه العربيه الفصحى والتشكيل، لان انا لغتي العربيه مش قويه قوي، فده برضو دار المعارف. المجموعه اللي انا بشتغل معاها زي الاستاذه جمالات والدول بقى والمجموعه كلها، مش عايز اقول لكم بقى، تعالى في هنا ضمه، بص بقى الدقه، في هنا ضمه في الكلمه نحطها ولا ايه يا استاذ بسام؟ تعالى اروح رايح لهم يعملوا كده استاذ بسام، ودي بقى مهمه جمالات بقى، استاذه جمالات بتعمل كده تملي معاك، تعالى خد القبض الشيك، اروح جاي على طول جاري. بقى كام شيك اهو كويس كده، فتعالى يا بسام هنا احسن، طب التسويق بتاعك لان انا بساعد في التسويق معاه، فاروح اعمل محاضره، طب ممكن يا استاذه جمالات تعملي لي 10 كتب هنا؟ اتفضل يلا، نبعت الاستاذه طوقه الدكتوره هلا، الناس المتطوعين، اذا بيسهلوا الامور خالص. من ضمن الحاجات سريعا اللي كتبت عليها، كتبت هنا على نص عجيب جدا عن اخناتون. كلنا عارفين اخناتون هنا في مصر، اول ما بنقول اخناتون قدامه على طول الكلمه الشهيره ايه، ابو الموحدين واول الموحدين والكلام ده كله. فانا جايب هنا مفاجاه في الكتاب ده، ان في نص مصري قديم مترجم في مطبوعات اليونسكو مع المؤلفه الرهيبه كلير لانويت، دي ست عظيمه عالمه اثار عظيمه، وبيقول فيها ان هو ذات نفسه كرب من الارباب الاسطوريه، وده يعني ان خلاص اسطوره ان اخناتون اول الموحدين، وعلى فكره لا يجوز ان انت تقولي اول الموحدين اخناتون، لان امر سيدنا ادم عليه السلام فحكايه اول الموحدين. فاذا الكتاب هنا، وده برضه بيشكر لدار المعارف، ان ربنا بيسببهم انهم يطلعوا افكار ممكن تبقى افكار غير كلاسيكيه، واخد بالك، وفيها جدليه وفيها مناقشه. المانع احمس يعحمس ابن القمر اللي احنا عارفينه باسم احمد، او القمر مولود، او مولود القمر، احمس يعحمس مامته والدته يعحتف. انا كاتب النهارده جايب لكم بقى الايه الجانب الاخر من يعحمس. كلنا عارفين ان هو طارد اللصوص وقاهر اللصوص والقصه المعروفه دي كلها كويس، لكن انا جايب لكم هنا بقى وجه تاني ليعحمس. ايه هو؟ كاتب نص في مامته اللي هي الملكه يعحتف بيقول لهم فيها امدحوا سيده البلاد،
اثنوا على سيدة البلاد فهي ام الملك وزوجة الملك وابنة الملك، هي التي جمعت الفارين. خد بالك الهكسوس محتلين الشمال، البلد في مأزق، فتيجي هي تجمع كل الفارين وقعدوا تحت راية واحدة. الله دي دبلوماسية بقى كمان، سيدة مصرية قديمة دبلوماسية هي على أعلى مستوى، وهي التي جمعت المعارضين تحت راية واحدة. الله دي كمان سياسية على درجة عالية، تعالوا يا معارضين تحت راية واحدة نخلص على العدو، وبعد كده كل واحد يعارض براحته. شوف الفكر الغريب اللي من 3000 سنة ويه، يعني وكأنها رسالة إلى العالم الآن في 2017. فديت من ناحية، ولذلك عايز اقول لكم حته في الاخر في نصوص مصريه قديمه غيرت التاريخ. يا احمس احنا النهارده السلوجن او الشعار بتاع المعرض السنه دي ايه؟ الشباب وثقافه المستقبل. خد بقى يا احمس ده كمثال، الراجل دوت اخذ حكم مصر وعنده 10 سنين، توفي 35. بص بقى في العدد السنين دي عمل ايه؟ قاد جيش مصر وتعلم العجلة الحربية وعلمها للجنود بتوعه. عارفين 6 اكتوبر لما خدنا الار بي جي وخدنا الصواريخ وبدأنا نعدل فيها فكسبنا المعركة بإذن الله سبحانه وتعالى كده. نفس الحكاية اللي حصلت أيام إيه؟ خروج الحجاب قصور الهكسوس، وجري وراهم وجري ورا فلورهم، مش خلص عليهم في الدلتا وسافهم، لا، عن خشونكي اللي أنا جايبه هنا، الحكيم المصري اللي أنا كاتبه هنا في الكتاب، بيقول لك إيه؟ بيقول لك لا تقتل الثعبان وتترك زيله. نقول تاني، لا تقتل الثعبان وتترك زيله. فأحمس ما تركش زيله وجري وراهم في الفلور لغايه سيناء، جري لغايه جنوب فلسطين في حته اسمها شروان، ومعركه شروان الشهيره اللي انتهى فيها الهكسوس الى الابد، وقام باباده الهكسوس الجيش المصري هذا الطاعون. بالمناسبه المصري القديم كان بيسمي الهكسوس الطاعون، كان بيسميهم كده، العدو بتاعه كان بيسميه الطاعون. فاذا ادي الشباب اهو، الراجل حرر البلد واتدرب على السلاح النووي، لان العجله الحربيه دي وقتها كانت نووي، كان بمثابه النووي الحصان. مصر القديمه كانتش يعرف الحصان. فاحمس وكاموس ومامتهم الرهيبه هذه السيده العظيمه ايا حتب، هنسمي الاستاذه جمالات الملك ايا حتب، بتعمل حاجات عجيبه، تخش المكتب تلاقي الدنيا كلها عماله تطير وتشتغل كويس كده. فالملك ده اسمك من اول النهارده استاذه جمالات اهو، ايا حتب. واحد هي كلمة هيروغليفية حني بيها معناها رضا القمر، رضا القمر، يعني مش القمر، لا ده الرضا بتاعه، ده رضا القمر. بص الاسم الجميل، امال احنا تغربنا ليه ها؟ وقعدنا نسمي اسماء عجيبة مش مفهومة عندنا في مجتمعنا. تسأل واحدة يقول لك ده اسم مش عارف الاصل ايه، طب ايه معناه ايه يا ماما؟ العنزة ذات الثلاثة ارجل مش عارف ايه المعنى العجيب. طيب قبل ما اسلم التليفون للدكتور نجم، عايز استرح الفرصه دي يا دكتور نجم واعمل حاجه بجد. انا حاسس النهارده ان انا هو ده العيد بتاعي، مش كتبي دي كلها، كل الكتب ديت 500 مليون بني ادم ربنا سببهم عشان يطلعوا قدامكم بجد، وانا عملت اقل شيء. انا مش بقول كده مجامله، انا عملت اقل حاجه في الكتب، العلماء الكبار اتعلمت منهم وخدت منهم النصوص ديت هي اللي عملت ربنا سبب الاسباب. لكن النهارده انا عايز اوريكم في خلال الدقيقه اللي جايه في 60 ثانيه شابة مصرية اسمها ميادة محمود جاءت خصيصا لحضراتكم من البحيرة النهاردة من تلنجات، وهي ايوه هي دي اللي انتوا بتفكروا فيها، هي دي اللي الرئيس الجمهورية كرمها، وهي دي اللي العالم كرمها في ماليزيا كوالالمبور، لانها المصرية الاولى على حفظ القرآن الكريم في العالم. ودي اتعرفت عليها، هذا الكنز، هذا القرآن الكريم اللي ماشي على الارض ده الجميل ده، اللي هو احنا نيجي جنبيه بس كده عشان ناخده حبه حسنات. تعرفت عليها عن طريق المدربه الدوليه الاستاذه سعاد، المصريه السوريه السوريه المصريه، ادي سوريا اهي ومصر الاثنين في ايد واحده اهو، دي الشخصيه اللي سوريا ومصر في ايد واحده، ودي لوحديها يا استاذه جمالات ويا دكتور نجم كتاب عندكم في دار المعارف عشان تعرفوا هي بتعمل ايه في البلد، بتعمل ايه في مصر هنا وبتعمل ايه في سوريا. مياده محمود، انا نفسي يا استاذه يا انسه مياده لانها شابه مصريه جميله، منى عيني ان انا اشوف قصه نجاحها في كتاب في دار المعارف، ولكن لغايه لما ده ان شاء الله ده يحصل، هي من النوع الخجول ومن النوع اللي مش عايزه تكريم، وانا حاولت معاها ان انا اجيبها بالعافيه. انا النهارده في جمعيات بعد اذن حضرتك في 15 ثانيه هيتم تسليمها درع من الجمعيه الاستاذه منى صفوت بعد اذن حضرتك، معلش استاذه مياده تعالي شرفينا هنا، يمكن ناخد لنا حسنتين ولا حاجه، حاجه عظيمه. ازيك يا استاذ الدكتور نجم؟ Así es, doctor.
القرآن الكريم على يعني واقف بجانبي العالم كله. الأستاذة ميادة، الأستاذة منى صفوت اتفضلي، الدرع اتفضلي، أستاذة ميادة محمود الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر عليك، بسم الله ما شاء الله، الأولى في العالم في حفظ القرآن الكريم، يبقى عنوان الكتاب كده. طبعا هي فاكره انها ترجع بدروع وحاجات كده، لكن ده في كتب كمان يا عيني هتشيلها وهي راجعه البحيره، واخوها مشرفه معانا، فانت اللي هتيجي تشيل الكتب ديت. ربنا يبارك لك. حاضر. انا قاعد لكم بقى، انا بالنسبه للاعلام اللي مشرفني، انا قاعد بعد، انا مش ماشي، انا قاعد بعد الاستاذ سامح ما يخلص، قاعد داخله كل اللي فايت ما ان شاء الله. عايز اقول لكم ان في ناس كتيره قوي عايزه تكرم مياده النهارده، عايز اقول لكم في يعني سيدات بيوت ووالدتي شخصيه مكرمتها، يعني كل الدنيا عايزه تكرمها، هيئه الطاقه الذريه دكتور نجم موجوده هنا متمثله في الدكتوره علا وعايزه تكرمها، وهي هتكرمها بس هي من النوع الخجول، هي واقفه ورا وعامله على فكره شغل حلو قوي في البكتيريا التي تقتل علماء الاثار في لعنه المومياوات. فدي هي عامله دراسه قالت دي علميا ليه بيحصل ان الناس لما بتخش المقابر بيحصل لها لعنه او كده. اتفضل. الشنطه ديت بتاعتها فيها كتب يا عيني، فيها هتاخد كتب لمن عليه. مبروك يا مياد. هي يعني مش عايز اقول حاجه لكن هي دكتور نيك حي مياده كلنا لو بتسمعها يا جماعه. مياده القران الكريم ياخد معاك جوه وقته. شاكرين جدا يا مياده. اتفضلي. ربنا يبارك فيك. أشكركم شكرا جزيلا. بالنسبة للإعلام اللي مشرفني أنا قاعد لسه مش ماشي، تحية خاصة للأستاذة جمالات واللي قاعدة جنبيها، واللي قاعدة جنبيها دي حامل، وأنا قلت لها الفيديو بتاعك هيبقى اسمه أوسر ماعة رع ستيفن رع، ده اسمها اسمه كده أوسر ماعة رع ستيفن رع من الهيروغليف، أحلى اسم وغد مش هيتعقد ولا حاجة. أشكركم شكرا جزيلا، كل سنة طيبين، وألف ألف مبروك عليكم.